دكتور باسم، دكتور يعني احنا تعودنا انه ايضا تعطينا بعض الابديت، واذا كان عندك اي قبل يعني اذا تحب انه نعلن للمشاهدين ايضا عن التطبيقات اللي عندنا في القناة الآرامية المستحدثة في الآونة الأخيرة، اذا تحب ايضا انه نعرضها اكون ممنونة، وبعد ذلك ارجع للأخ ريمون. Yes. شكرا اخت رواء. قبل الاستحداثات او الفيتشرز، اوكي انا بس اريد اذكر الاخوه المشاهدين انه البارحه كان شويه يس البارحه كان تيوزداي جيفينج، اوكي سو حتى يعني ولو عبر البارحه كان تيوزداي جيفينج، هاويفر ستيل يو كان دونيت ناو، وراح اقول لك انه يعني ليش يعني نحتاج وما هو السبب for donation for ABN. I'm gonna share with you راح أشارك معاكم okay فد feature جديد okay feature جديد اللي هو هذا اسمه offline reading okay this button the top one offline reading، والبقية هي يعني مثلا قنوات إنجليزية قنوات عربية نعم قنوات كذا وكذا اوكي. لكن what is this I am offline reading. Offline reading يعني هو فد يعني خاصية جديدة ضفناها إلى التطبيق مالتنا الآرامي اللي هو ABN SAT، مثل ما تشوف هسه فوق رأس الأخت رواء ABN SAT that is the app مالتنا. ضفنا إلى هذه القنوات ضفنا فتح شيء جديد ميزة خاصة جديدة اسمها offline reading، وهذه مو هذا المشروع راح ياخذ حوالي 6 أشهر بس هسه حاليا نزل اوكي نزل ونجحنا والاب ستور قبلونا من الاندرويد والاي او اس، وهذه فرحة كبيرة. لكن شنو هذا offline reading؟ Actually it's going to be offline reading, offline listening and offline watching. So مشروع طويل مثل شلون العام العام هيك وقت بدينا في مشروع the 1040 window توسعنا الى 40 دولة 40 لغة plus. This also it's another big project like the 1040 window, actually more important okay او مساوي بالاهميه. So انطيني اخت رواء فثلاث دقائق حتى اوضح ليش هذا المشروع او هذه الميزه الخاصه الجديده اللي ماكو منها في 90% من تطبيقات العالم. اوكي سو يعني أنا مدى أمدح بنفسي بس هاي بركة الله أعطاه لنا، أخذ من عندنا الساتلايتات أعطانا powerful things that 90% من التطبيقات في العالم ما عندهم هذا الكلام، وبعدين أنت تقدر تشيك اسألهم يابا أكو عندكم هيك شيء يقولوا لا. شنو هذا؟ هذا له علاقة بمشروعنا الرئيسي ورؤيتنا وإرسالية مالتنا إلى النافذة 10 على 40. شنو النافذة 10 على 40؟ يعني أكو أكثر من 3 مليارات من البشر عايشين في هذه الدول اللي هم شنو في أفريقيا وآسيا وشرق الأوسط، طبعا شرق الأوسط أيضا من ضمن الآسيا، لكن خي خاصية مال هذه الجروبات الموجودة أنه 90% من عندهم عايشين في دول مغلقة. كل هذه الدول مغلقة أوكي؟ يعني أفريقيا خاصة شمال أفريقيا مسلم ما تقدر، الشرق الأوسط ما تقدر، إيران تركيا أفغانستان باكستان طاجكستان كازاخستان إنديا، الصين، ميانمار، all the southeast Asia ممنوع الغوسبل، والأديان الكبيرة هم هنانا كلهم. شنو؟ البوذية والإسلام والهندوسية. You are talking about just إذا بس نجمع ثلاثة أسماء: الصين، هند، أفريقيا.
كل واحد من هذولا 1.3 بليون إلى 1.4 بليون، يعني معناتها المجموع يساوي 4 مليارات واحنا كلنا ما بينا 8 مليارات. اوكي سو اذا شنو اللغز هنا؟ وهذا اللي نقول اوف لاين. وات دو يو مين باي اوف لاين؟ اسمحوا لي راح اشرح انه له علاقه انه كيف توصل الجوسبل الانجيل الرساله الى الدول المغلقه. يعني لما نقول دول مغلقه يعني تخيل افغانستان، ايران، اوكي، باكستان، اند الصين، right. So هاي دول مغلقة. You cannot penetrate there. Okay. So حتى وخاصة الإنترنت. يعني أولا الصين على رأسهم. الصين ما يعني قاعدين على الإنترنت وما يسمحون أي شيء تبشيري من المسيحية بأي لغة لهم. Alright. Now this story. الصين أو إيران أو أفغانستان they can do nothing here. Okay, I'm gonna now explain what. But it's not only إنه حكومات. أيضا 80% من هؤلاء الأربعة مليارات اللي نتكلم عنهم في الصين وهند وأفريقيا وشرق الأوسط، 80% من عندهم هم عايشين في قرى وأرياف ونواحي صغيرة ومدن صغيرة. فهي المدن الكبيرة مالتهم بس أكو عندهم إنترنت، بس المدن الصغيرة خاصة بالهند أو أفريقيا وين أكو هناك إنترنت وواي فاي؟ لأنه ماكو عندهم إنترنت وواي فاي، بس أكو عندهم تلفونات. ماكو واحد أو ماكو عائلة في هذه الدول ما عنده يعني سمارت فون. Okay. And this is the good news. فإحنا فكرنا قلنا أوكي منك الحكومات قاعدين ما يخلون الناس على يعني على باب جهنم، ومنك الإنترنت ماكو، وهذول منعزلين. ف This is the solution. What is this solution? أنه offline معناتها أنه حتى إذا ما عندك إنترنت، حتى إذا ماكو واي فاي أو أكو إنترنت ضعيف كلش، okay، يطفي ويرعد وكذا. Now this one which is offline feature، هذول ما يحتاجون واي فاي. بس إذا يسمعوا أنه أكو آب اسمه ABN SAT، it doesn't matter which language، بس يعرفوا أنه يوصل الخبر أكو فتشي آب اسمه ABN SAT. من هناك طبعا لازم يكون فد مكان أكو إنترنت حتى ينزله، لكن once أنه نزله that's it، بعد ما يحتاج واي فاي وإنترنت. يعني معناته شنو؟ انه هسه انت يا اخت رواء اذا ممكن تطلعين حتى لما انا اتكلم تدوسين اوكي على كذا، وانت يعني تشوفيها الى العالم كلها. اوكي سو اذا نزلوا هذا التطبيق وببلاش لا فلوس ولا هم يعني. هذا هسه التطبيق جاي تشوفوه اوكي. لحد الان ما كان عندنا اوف لاين، الان صارت اوف لاين. سو اخت رواء ممكن تدوسين على البتن offline، okay، just تضغطين على offline، good، thank you. شنو اللي طلعنا؟ طلعنا خمسة دقم، خمسة buttons. أول واحدة Arabic، ثاني واحدة English، ثالث واحدة هندي، رابع واحدة بنجابي، خامس واحدة تركي. دقيقة قبل ما تضغطين أي شيء. So هذه بس أول خمسة. الأسبوع الجاي راح تشوفون راح يصيروا عشرة. احنا لا تضغطين على كل شيء، لا يعني. الاسبوع الجاي راح يصيروا عشرة، واللي اسبوع اللي ورا راح يصيرون 15 الى ان نكمل 40 لغة. هاي واحدة. ثانية، كل لغة من هذه اللغات راح يكون عندها برامج التلمذة والبشارة والانجيل في كل لغة. ومو بس هذه، أنه هذه البرامج راح تكون أول مرة ك يعني تكست
يعني كتابة يقروها، ثانيا راح تكون على شكل أوديو يعني أوديو قصير لمدة دقيقتين، وثالث جروب راح يكون على شكل فيديو قصير. أوكي، لأنه بالأوفلاين you cannot put something heavy. Now إحنا طبعا يعني حتى الون دقيقة واحدة إحنا تقدر أنت تسوي المادة مالتك الروحية تكون حتى على دقيقة واحدة. أوكي، سو إذن راح يكون عندنا كتكست راح للقراءة، راح يكون عندنا أوديو حتى يسمعوه إذا يختارون طريقة الأوديو، وراح يكون عندنا فيديو يشاهدوا يسمعوا إذا عدوا بذاوت إنترنت. Now مو بس هذه، في كل لغة من لغات 40. So إذا هو في أمريكا الجنوبية أو في آسيا أو في آسيا الصغرى أو آسيا الوسطى أو أفريقيا، once هم راح يعرفون واحدة من هذه 40 لغة. طبعا لما نقول 40 لغة يعني ما خلينا بحيث معظم الأربعة مليارات في ذا النافذة 10 على 40 لابد وأن يتكلم واحدة من عندهم أو يفتهم هذه اللغة بالقراءة أو بالسمع أو بالمشاهدة. أوكي، so the point أنه طبعا احنا الأربعة مليارات how can we tell them انه ABN عندنا this feature لكم، حتى انت بعد ما تخاف لا من حكومتك ولا واحد راح يحس بيك ولا ماكو مراقبة، لانه مو under internet. No, there's no way on internet. بس هو يروح هسه اخذنا روا دوسي مثلا اما على الهند او بنجابي أو تركي، آخر ثلاثة اختاري، يعني هسه ما نريد عربي وإنجليزي. أوكي، دستي على تركي. أوكي، على تركيا. هسه التركي هنا أنا أكو لستة من الارتيكلز أو من الديسايبلشيب. أخت روا روحي دوسي على أنه مور، واتش مور. يا مخل دوري على نفسك. اوكي رايت دستي. اوكي هسه قربي بحيث نشوف التوب العنوان، هذه هي المقطع حتى يقروا، هذه روحون ميفزي يعني هذا هو باللغه التركيه. اوكي، لانه هي اختارت اللغه التركيه. رايت سو هسه اذا اقول الاخت روى روحي مره ثانيه هسه على اللغه الهندي. اوكي، دغمه مال الهندي، وهكذا وهكذا. سو هذه مجرد امثله هسه بدينا سوى بدينا، بس ورانا شغل كبير. يعني كل لغة راح ننزل اكو عندنا البايبل ستديز ار اوريدي ريدي باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. اوكي، وهذه بكل بساطة نقدر نحولها الى اللغات الاخرى، لانه اليوم اكو AI. اوكي، artificial intelligence، اكو جوجل، اكو كل امور. سو في كل لغه راح يكون يعني التليفون راح يكون مملوء من الماده الروحيه قراءه وسمعا ومشاهده. هذا مشروع كبير، هذا مشروع يحتاج له وقت وعمل وجهد. اوكي، هذا اهم من الساتلايت، هذا ما حد يراقب، لأنه إيران ممكن أن توقف الساتلايت أو الصين تمنع منعا باتاً. Because why? It's ذبذبات. هنا لا إنترنت ولا ذبذبات ولا فريكوانسي ولا ساتلايت. نشوف شو هذا باب جديد الله فتح في سفر الرؤيا لما يقول المسيح افتحوا بابا لا حد يقدر يسده، واذا اغلق بابا ولا واحد يقدر يفتح. اوكي، سو رجاء انا ادري اكو فضائيات كثيره هسه لما تسمع هذه تبدي تدور وتبحث ونشوف يا شركه ممكن ان تعطيهم هذا، which is good. انا راح افرح بهذا الكلام، بس رجاء حتى إذا تتبرع دولار واحد، لأنه هذا هنا هو الاستثمار الحقيقي لتوسيع ملكوت الله في هذه الأيام الأخيرة، وسويناها حتى سهلة عليكم. يا ريت لو الأخت روى تطلع لنا مثلا سلايد أنه how to donate. okay how to no how to donate so
خلينا لكم يعني 12 منصة، 12 طريقة، 12 ways how to donate، وقسم منها جدا بسيطة، قسم منها يعني بالحقيقة هي again من خلال التلفون. Okay. So على سبيل المثال واحدة من عندهم you will just do texting بالتلفون، يعني مثلا مو تقول يعني شنو تقول، تقول ABN 1040 اوكي ABN 1040 وتطبع الرقم مالتنا 53555 اوكي. طبعا انت راح تنساها لكن تقدر تروح الى اي ويب سايت مالتنا، عندنا 12 ويب سايت، اي وحده راح تشوف هذه المعلومات. اجين بيسكلي راح من خلال التلفون مالتك راح تكتب ABN 1040 والرقم للتكست لنا 53555 وبعدين يسألك كم دولار تريد، اختار بوكس دولار 1 5 10 15 whatever you send and راح توصلنا. طريقة ثانية عن طريق سكانينج اوكي، يعني هم موجوده، فتروح تقرب التليفون ما تقرب 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 الى الى السكانينج، عفوا الى السكانينج تسوي سكانينج ومن نفس الشيء. الطريقه الثالثه ايضا سهله وهي انه بس تروح على الويب سايت اللي هي اسمها abngive.com، سبع حروف abngive.com. أول ما تدوس رايت أوي تأخذك إلى موقع التبرع، أم من هناك تختار دولار واحد أو خمسة أو عشرة. يابا إحنا ما جايين نطلب آلاف ولا نطلب ملايين أبدا، حتى أكو ناس يتصلون بينا يقولون يا جماعة أنتوا بالآرامية كلش احنا مرتاحين من عندكم لانه ما تطلبون، وان تطلبون تطلبون فشي كلش قليل، مع العلم انتم جا مغطين كذا وكذا وكذا اوكي. ومع هذا شفتوا انه بسبب الضيقة المادية سدينا 3 ساتلايتات، لكن الرب عوضنا مكان 3 ساتلايتات بشغلات اخرى اللي هي 100 مرة اقوى وأحسن وأفضل من الستلايتات وأرخص، ولهذا إحنا جاي نطلب دولار أو دولارين، ما جاي نطلب 100 ولا جاي نطلب 500 أو 1000. So please حاول أن تساعد وتساهم وتشارك ويانا، والرب هو راح he will reward you. God is waiting for you. So أتمنى أنه توصل هذه المسج إلى أقربائك أو أصدقائك حتى يفتهم يقتنع أنه ليش يجب كل واحد أن يدعم الآرامية بدولار واحد أو 5 دولارات. Thank you.